نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقتطفاً من كتاب لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بشأن مهامه في البيت الأبيض، اتهم فيه الرئيس دونالد ترامب بارتكاب أخطاء فادحة، ويذكر منها الطلب صراحة من الرئيس الصيني مساعدته في الفوز بفترة رئاسية ثانية. بولتون اعتبر في كتابه هذا الذي يصدر الأسبوع المقبل أن ترامب غير مؤهل لمنصب الرئاسة. عن هذا الكتاب وما بداخله وما هي أسراره أيضا نتحدث الليلة. تنضم إلينا من واشنطن مراسلتنا هبة نصر. بداية هبة، أهلا بك معنا. مذكرات جون بولتون تكشف أسرار البيت الأبيض، وعلى ما يبدو إدارة ترامب تريد منع نشر الكتاب، ما القصة هبة؟ صحيح شونتال، يعني بالرغم من أن الرئيس الأمريكي وصف مستشار الأمن السابق لديه والذي كان مقربا جدا منه بأنه كاذب، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي حاولت منذ يوم أمس وقف نشر هذا الكتاب على أساس أن فيه بعض المعلومات السرية. بالطبع شونتال، فقط للتوضيح، أن من يحدد مدى سرية المعلومات وكيفية نشرها أعلى شخص في الولايات المتحدة هو الرئيس الأمريكي، لكن أيضا لابد من الإشارة إلى أن بولتون هو شخصية أو مخضرمة سياسيا، وهو من الحزب الجمهوري، وهو يعتبر من الصقور من الجمهوريين، وبالتالي يعني مسألة سرية بعض المعلومات التي لا يجب أن تكشف قد ربما قضائيا قد تمر، لكن بالطبع صعب إقناع الرأي العام بها، لأنه يعرف أنه أن المسألة يعني إذا كانت تهدد الولايات المتحدة لن ينشرها بولتون. بالنسبة للكتاب نفسه، بالطبع أهم نقطتين في الكتاب هي العلاقة مع الصين والعلاقة مع روسيا، وليس في العلاقة مع روسيا الكثير من يعني الأهم هو ما ذكره جون بولتون عن كيفية تعاطي أو النظر التي ينظر بها الرئيس الروسي للرئيس الأمريكي، بمعنى حسب هنا أقول كما قال جون بولتون، بالطبع ليس نحن من نقول، أنه لا يأخذ الرئيس الأمريكي على محمل الجد عن بوتين، وقال أيضا عن الاجتماع مع الرئيس الصيني والذي كان الهدف، يعني كل هذا الهدف من قبل الرئيس الأمريكي هو استثمار هذه الاجتماعات لإعادة انتخابه. نعم شونتال، نتساءل إن كان هذا الكتاب سيصدر في الأسبوع المقبل. شكرا لك هبة على هذه الرسالة. سنتابع مشاهدينا حديثنا عن هذا الموضوع مع ضيفتنا من واشنطن دائما الصحفية لورين ميرر. لورين، أهلا بك معنا في غرفة الأخبار. البيت الأبيض يقول إن مسودة الكتاب تتضمن تفاصيل سرية للغاية ويجب حذفها. مراسلتنا الآن تتحدث أن الرئيس الأمريكي بنفسه هو من يحدد إذا كانت هذه المعلومات سرية أو غير سرية. ما مدى الخطورة باعتقادك التي تشكلها كل هذه المعلومات على الرئيس المرشح؟ النقاد ما قالوه حول هذا الكتاب هو أن هناك العديد من المعلومات في هذا الكتاب التي ليس فقط سرية، وإنما يمكن أن تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية. لكن جون بولتون هو يعرف الأشياء الخاصة بصفة والطبيعة السرية للمعلومات، وهو كان قد أجرى العديد من المناقشات وتحدث عن الحوارات التي أجراها ترامب مع القادة الأجانب. لذلك هناك بعض القواعد والإرشادات الخاصة بسرية المعلومات، وفي نفس الوقت هناك من يقول إنه حرصا على المصلحة الأمن القومي لأمريكا لا يجب نشر هذا الكتاب. هناك الآن محاولات لوزارة العدل بالتنسيق مع ترامب من أجل منع نشر هذا الكتاب الذي يتوقع أن ينشر الأسبوع المقبل. البيت الأبيض يبدو كل ما في وسعه من أجل منع نشره، والتوضيح بأن جون بولتون ينشر ويبت معلومات سرية، لكن في نهاية المطاف لم نقرأ الكتاب برمته ولا نعرف ما يحويه من معلومات. لذلك جون بولتون سيدفع بقوة من أجل أن يحرص على أن هذا الكتاب سينشر، وقال في مرات عدة إن هناك اتهامات ومزاعم ستجعل المجتمع الأمريكي
الأمريكي يكتشف أن ترامب غير لائق للرئاسة، ولذلك الكل متشوق لمعرفة ما الذي سيحدث الأسبوع المقبل، وجون بولتون سيقول إنه مصمم على نشره. طيب لورين، سأطلب منك البقاء معنا، دعينا نلقي نظرة على هذه التغريدات اللي خرجت على لسان الرئيس دونالد ترامب. هو يقول أن كتاب بولتون مجموعة أكاذيب وروايات مختلفة كلها بهدف إظهاري بصورة سيئة. الكثير من التصريحات السخيفة التي ينسبها إلي لم أقلها يوما، هي خيال بحت يحاول فقط الانتقام لأنني أقلته. هل تعتقدين أستاذة لورين أن هنا جون بولتون من خلال هذا الكتاب ينتقم من الرئيس الأمريكي؟ جون بولتون والرئيس ترامب لم يختم علاقتهما بشكل جيد، ونعرف أن الحزب الجمهوري قال في وقت ما إن جون بولتون ليس موثوقا وليس له مصداقية في التصريحات التي ضمنها في ذلك الكتاب، ونعرف أنه كان هناك محافظون في الكونغرس أيضا يقولون نفس الشيء، لكن السؤال في هذه الحالة هو لماذا سيقول هذه التصريحات المزعومة وما الذي سيستفيده من ذلك؟ الكثيرون يقولون إذا كانت هذه المزاعم مشروعة لماذا لم يذهب إلى الكونغرس ويقدم شهادة في الوقت الذي كان فيه ترامب مهددا بالإقالة والإطاحة به في ذلك التحقيق الخاص بمزاعم التدخل الروسي. وهناك الكثير من الأسئلة التي تتناسل الآن حول نية بولتون حول هذا الكتاب ولماذا لم يفعل ذلك قبل هذا. الآن هناك أسئلة أخرى تأتي بالتزامن مع هذه السنة الانتخابية، وما إذا كانت هذه المزاعم ستضر بسمعة ترامب في هذه السنة. لكن في نهاية المطاف هناك ثقة من قبل العديدين هنا في واشنطن تجاه بولتون. لورين، سأسألك عن هذا الموضوع وكيف يمكن لهذا الكتاب وما يتضمن أن يؤثر على الرئيس الأمريكي في الانتخابات المقبلة، لكن قبل ذلك، الآن جون بولتون يواجه دعوة قضائية من الإدارة الأمريكية لوقف نشر هذا الكتاب، هل يعني ذلك أن بولتون سيواجه مشاكل جنائية على خلفية نشر الكتاب، أم أن الإدارة الأمريكية باستطاعتها منع النشر؟ نعم يمكنه ذلك، لكن لا يبدو أن إدارة ترامب ستتمكن من وقف عملية نشر الكتاب، لأن هناك أمثلة تدل على أن هذه المساعي لا تنجح عادة. حدث ذلك مسبقا وتوج الأمر بالإخفاق والفشل، لذلك هناك معركة قانونية الآن، هناك فريق قانوني معبأ ومسخر من أجل وقف هذه العملية للنشر، لكن أعتقد أن هذا الكتاب سينشر في نهاية المطاف وستتواصل هذه المعركة القانونية ضد جون بولتون. مع ذلك البيت الأبيض سيواصل توجيه اتهامات لجون بولتون بتعريض أمن الولايات المتحدة للخطر وإطلاق الصفة العلنية لمعلومات غاية في السرية. هناك تحديات مع ذلك، وهناك عقوبات قد يتحدث عنها الجمهوريون بشكل فيه زخم كبير بهذه المناسبة. شكرا لك لورين ميرر الصحفية من واشنطن على مشاركتنا الليلة في غرفة الأخبار.